وخلال المؤتمر الصحفي أضاف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلى عدد من الملفات، وتطرقت إلى الشركات الرومانية للاستثمار في أفريقيا من خلال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. في العموم نحن نتطلع إلى المؤتمر واللجنة المشتركة التالية بشأن الموضوعات العلمية والفنية المخطط عقدها في بوخارست في هذا العام، وكذلك نحن نقوم بإعداد كافة الإجراءات اللازمة لعقد منتدى رجال الأعمال بين بلدينا، ونتطلع كذلك work together much more العمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات التعاونية بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقعة عليها البلدين بما يسمح لدول أخرى المشاركة، على سبيل المثال من الجانب المصري حيث أننا جزء من اتفاقية التجارة الأفريقية يمكن أن نسمح بوصول الشركات الرومانية استثمار في القارة السمراء والدخول في السوق الإفريقي من خلال هذه الشراكة بين البلدين،